وجيه نحلي اسم ما بينحط قبله لقب، فيي احكي عنه يمكن ساعات، وفي لوحة واحدة هي اللي تعبر عاصفة الألوان والجمال اللي نفتخر كلبنانيين انه ننتمي لوطن وجيه نحلي. وانا بفتخر كتير انه يكون ضيفي على هالبلاتو هالفنان التشكيلي الكبير. مساء الخير واهلا وسهلا فيك استاذ وجيه نحلي. مساء الخير، وانا لي شرف كبير انه قاعد مع سيدي تستوعب الفن وبسرعة وتستقطب وتقدر تعرف الجو. الله يخلي ليك. مش بس بدي أحكي عن فنك، وأنا كنت بمعرضك مؤخراً اللي كان بوسط بيروت، بتمنى كتير يكونوا نزلوا شايفوا قدي بعد عنا نقاط ضوء، قدي بعد في حلب هالبلد. بس بدي أحكي عنك كمان عن الفن التشكيلي، هل هو مهنة؟ هل هو وظيفة؟ تجارة؟ ملكة؟ موهبة؟ وين منعرف إذا الفنان بيستحق ندفع أكثر من مليون دولار على لوحة؟ وأمتين بيسوى رقم معين؟ صار في بالعالم مافيات بالفن بيقولوا، صار في كتير أشخاص يمكن وضعهم أو اللي بيرسموه بيسموه فن منه فن بشكل كامل. أكيد هيدا جدل طويل، بس رح نحكي مع صاحب اختصاص مثلك وباع طويل بهذا العمل. تعرفت على أكبر فنانين رسامين بالعالم من بيكاسو وغيره، عصرتهم، عشت معهم، اشتغلت ببلدان كتيرة. ما رح أقدر اختصر مسيرتك استاذ وجيه، بس بدي بلش معك من آخر معرض. عم تشعر أنه اللبناني بيقدر الفن، بيقدر الفن التشكيلي؟ حسيت أنه في هاللهفة على اللوحات أو لا؟ هلأ اوكي، رح باختصار. المعرض الافتتاح كان ناجح كتير لدرجة انه كنتي موجودة، وبعدها تجاوزوا الحضور 500 الى 1000، لانه انا ما قدرت استوعب لانه قعدوني. صحيح. والمعرض هو كان معرض استعادي، يعني هاي اللوحة اللي قدامنا هيدي سنة 61 لوادي النوبين ريتروسبكتيف. اوكي، انا ابتديت من صغري بعرف حالي اني برسم، وانا الوحيد بين الفنانين وصلوا لهالدرجه ما فاتوا على معهد فنون. ولكن كنت بشعر انه من جوا الله خلقني لحتى اكون فنان، انا وصغير يعني بتذكر. وحتى في الي لوحات من كان عمري بالثمانيه والعشره والخمسطعش، في لوحه يمكن تمرق هلا كان موجوده بالمعرض، كان عمري 16 سنه. وانا اصغر فنان عرض يوم دشنوا اليونسكو ليكون مع ساحل للفنون سنة الـ54، أنا أصغر فنان قبلوا لوحاتي لأعرض يومتها. وعملت ثورة بالخط العربي كمان، بالحروفية العربية. حرفية. الخط شيء والحروفية شيء تاني. الخط له قواعد، يعني عند الخطاطين ممنوع أنا أعمل حروفيتي أنا، لأنه هيدا قال حرام أو شيء من هالنوع. وثقبت يوم أنه كان في مؤتمر بأبو ظبي، وعزموني الخطاطين انه هيدا عم يتعدى على الخط، قالوا لي كون انت، وهيدي يعني قصه معي انا. رحت من بعد ما حكوا وحكوا قاموا قيمتهم، قلت له حضرتك شو اسمك؟ قال انا اسمي يعني اخذت ورقه. فين اخذ ورقه؟ اكيد. بدك تكتب لنا كيف كتبت له اسمه لهاني؟ شايف اسمه حلو، اقتنع بالاخر انه ماشي الحال بيزبط؟ لا ما هيك، ما جبت القلم العريض، جبت هيدا ماشي حالي بس مبين. اخذت، قال لي هاني، قلت له اوكي. اخذت هيك قلمي وعملت هيك هيك، قلت له هيدا هاني. طلعت لوحه. لك طلعت لوحة. قلت له هيدا هان. قال ايه. قلت له بتنقرا بالعربي؟ قال ايه. قلت له ليش قايمين علي؟ هيدا شيء جديد بالخط العربي. اي وحدة. فهي قلت لي حروفية اسمها، هيدا الحروفية العربية، بس اسلوبي انا مغير. كمان بالفن الاسلامي استاذ وجيه، يعني من اكبر اسامي يمكن موجودة اليوم بعالمنا، حضرتك وهرير، وما بعرف اذا تقصير مني بس ما بقدر اسمي كثار. هرير بتعرفي صديقي وحبيب قلبي هرير، وحب يعطي شهاده كمان. شو حلوه بيناتكم تكون هيك العلاقه بين فنانين هالقد كبار. كنا اثنين بالرياض وبدبي، بس بالرياض والحقيقه بالسعوديه اكثر، بجده والرياض نلتقى باحتفالات بحفلات وبمعارض. ولكن هرير فنان كبير، وخاصة بالأسلوب يلي مشي فيه.
ولكن مشكلتي أنا دخلت بكل 5-6 سنين غير أسلوبي. لو وصلت لهي هذا اسمه 3D بالفن، هو الكميو يعني لوحة بلون واحد وفيها أبعاد. بس بالحروفية العربية القدر كان موجود. أنا كنت موظف يعني بأول شبابي، موظف بالدولة، موظف بالدولة بوزارة الأشغال بوزارة الموارد المائية والكهربائية. بدك تفاصيل؟ لا، أستاذ فاروخ قال لك أنت حرام تكون موظف، أنت فنان. مظبوط. هيدا أيام فاروخ أيام مدرستي، أنا رايح على المدرسة بيته على الطريق. طلع لي مرة قال لي جيب لي قبل الدخان، وصرت فوت. قال لي يا ابني عم تشتغلوا حلو كتير، بس شو بدك بهال عم يجينا من أوروبا؟ عندك لمعة، روح تفتش على التراث العربي الإسلامي. قلت له وين هيدا بكون؟ كان عمري 15-16. قال لي بتروح على تركيا في كتابات حلوة، روح على الشام. بصرت بطلت المدرسة أنا أهرب، إلى أنا التقيت بتوب كابي بالطرة. منها لقيت هذا منه خط رقعي ولا نسان ولا ديواني ولا شيء. أخذت منها طور حالي، وصلت للحالة اللي أنا فيها اليوم. هيدا شيء جديد يعني. هيدا الحالة يمكن بيعبر أحسن منا كلنا عنا لما يحكي عنك فنان كبير مثل هرير. نحن نتوقف مشاهدينا بهالكلمات القليلة المختصرة والمعبرة جدا من هرير بفنان كبير، زميل كبير لإله، اثنيناتهم عقود من الفن بلبنان برفع اسم لبنان عاليا. هرير يتحدث عن وجه نحل. تحياتي له. أنا أول شيء شهادتي مجروحة، مشان أنا كتير بحبه لوجيه. وجيه نحل أستاذنا ومن الكبار الفنانين اللبنانيين وال يعني عالميين تقريبا كله، وهو يعني تميز. وبعدين بس مش هو بس كبير، هو كبير إنسانيته، يعني فنان كبير وإنسان كبير، وهالتواضع يلي عنده وهالمدرسة يلي عمل مدرسة، يعني كلهم تقريبا عنده تلاميذه كتير يعني تبعهم، وله يعني كتير قد ما محب هو. وبعدين اسلوبه هو انه اول واحد يعني دخل الخط العربي اللي هو ما كان فن، كان خط يعني فوت وعلل الخط العربي بالفن والرسم التشكيلي، ويعني اول واحد هو الحقيقة. وهيدا يلي وصله للعالمية، وانا بفتخر انه كنت كان وصاحبي بعده بحبه كتير. وعنده كمان اشياء انه هالطريقة لما كنا نعرض سوا كان عطول يعطيني نصائح. كنا نعرض بالسعودية وبالخليج وبأوروبا، يعني هو قبلي اكيد. واول معرض شفته لإله كنت بعدني بالاكاديمية اللبنانية، كان عمله بجاليري رزق، كان فيه على الصنايع. انبهرت بشغله، يعني كان وقتها الخط بس بطريقة كتير، كان يستعمل كتير الذهب، وكان يعني حتى وأنا بحب الذهب كمان كتير، يعني بستعمل الذهب بشغلي. كنت انبهرت بشغله من وقتها. هو أكيد طور كتير، بس ضل الحرف، صار يرقص، صار حصان، صارت مرأة، صار يعني الحقيقة والله يطول عمره. في محبة كبيرة وفي عطف كبير، وهرير بيقول عنك أستاذ كتير كبير وأستاذنا، حتى مش قليل بالكار نفسه يكونوا تكون هيك العلاقة وهيك الصداقة. لا، هو شوفي يكون إنسان بحياته منه معقدة ولا ضربه شوية غرور ليوصل لحالة من الحالات يعني، ويكون له صديق بمستواه الروحي والثقافي والإنساني، بيقدر يجتمعوا مع بعض ويكونوا امثول للآخرين. يعني هلا في فن تسأل ما إيش الدعاية؟ صحيح. لا، نحن في شلة يعني نطلع من لبنانيين يعني 4 أو 5 بنقدر نفهم على بعض ونحكي بلغتنا، ولكن وما تبقى انسي. أهم شيء معترفين بكل واحد بموهبة التاني قد كبيرة وحلوة. بس أستاذ وجيه، هيدي البضاعة اللي كنت عم تحكي عنها حسب تعبيرك، البعض بيطلع بيقول في لوحات اليوم عم تنباع بمئات الألوف الدولارات، في لوحات بالملايين لأشخاص بعدهم على قيد الحياة. بتطلع بتقول طيب شو المعيار؟
شو هو المعيار؟ أنا اللي يمكن ما بفهم بالفن بتطلع بقول هيدي لوحة بشتريها ب10,000 أو ب50,000 أو ب100,000، كيف الواحد بيعرف إنه عم يدفع شيء بيستحق هذا المبلغ؟ ومين بيقرر؟ هيدي شغلة فيها مافيا. أف. ومافيا كبير كتير. مافيا بتفهم بالفن أو مافيا تجارة؟ لا، مافيا اختصاصهم الفن، بيختاروا من لا يفقه الفن ويفهم الفن وبيبيعوا ناس ما دخلتهم. عندي إثبات، يعني عندي جابوا لي كتاب هذاك اليوم البعض وقالوا لي شوف يا وجيه هيدي لوحة حقها $2,000,000. ما صدقت، بس موجودة بكتاب وكتاب رسمي والكتاب معي. ما بتفرجينا إياها؟ ما بقى فينا نفرجيها ونفرجيها. ما بعرف بدك تقول الاسم، هو فنان عربي أو لا؟ لا، فيهم هيك وهيك وهيك فنانين، ولكن ما هني فنانين. واحد شفته هلا بالكتاب كاتب مثل أرما، $2,000,000. أرما عادي يعني. واحد تاني عامل ضربة هيك ونقطة ما بعرف كم مليون. ضربة حظ هيدي أو كيف؟ لا، هيدي مافيا ما بفهم فيها. أنا ما تعطيت لأنه هربت، ما بدي أدخل بهالموضوع. بس عندي أفكار أنا، والصدفة جابوا لي الكتاب واخترت كم وحدة هيك ملفتين. طيب في الدور الكبيرة اللي هي بتشهر أحيانا فنان وهي اللي بتبيع بالمزادات العلنية، حضرتك بعت، ما هيك؟ بعت بكريستيز، بسوتبيز. أنا بعت بكريستيز، بس في وراي ناس ما بدهم يعني أنا أوصل لكريستيز، موجودة يعني القصة. وقام هونيك واحد قال لهم أنا عندي لوحة لوجه نحلي بدي بيعها، من الجماعة جابوها وبشلوا فيها، ما وصلوا إلا $10,000 أو $15,000. معلم لوحة إسلامية ومحفورة بالذهب إستر، ما خلوها تطلع إنه هيدا وجه نحلي هالقد. في أسألك قد عم بتبيع لوحاتك، ولو هيدا السؤال محرج للفنان، ولو شغل الموهبة والإيد وعيونك اللي بيتعبوا لترسم هيدا ما بيتقدر بثمن. الحقيقة أنا بعدني محافظ، عم بطلع تدريجيا قد ما بيستحق فيها شيء. أبداً. في لوحة معروضة بس وحدة بالمعرض حاطتها هيدي $100,000 لأنه ما حدا رح يوصل لها بقى، وإلا سبب إني اشتغلت عليها بليلتين، كنت مسافرة إلى عالم ما بعرفه أنا، وبقيت سهران للصبح، تاني يوم للساعة 8 عشية ما قمت إيدي عنا، جيبوا لي شغلة أخذها وهيدا. وقت اللي خلصت حط هيدي القصة بصورة حطيتها قدامي، قلت له ليه؟ من بعدك ما يرسم حدا. قلت هيك للوحة؟ هيدا ب100,000. هيدا لأنه بدي أتركها لمتحفي، مين ما إجا ما رح بيها ولا ب100,000، بس موجودة بالمتحف. طيب وباقي اللوحات اللي عم نحكي تقريبا متر بمتر أو هلا متر يعني بين ال15 وال20,000، وأعلى شوي بال40 و50. بس في مرحلة مرقت عندي أنا، ما معكم خبرك، أنا فت على صار معي قصة بمساريني ورحت على مستشفى 5 أشهر معلق على المصل على المصل، ولكن بهالتركيز والتأمل، وفي أوقات فوتوني على سونا 3-4 أيام، صرت أشتغل إيماجيناسيون لأشياء ما يوصل لحدا بعد لهون. خيال من الخيال حطيتهم على ولا لا بقيوا ما قادر حط شيء لأن أنا مربطين إيدي بالمصل. لا عم بحكي بعد ما صحيت وتعافيت. بعد ما صحيت نفذت مجموعة اسمهم 60 ب60، يعني كل لوحة 60 سنتي ب60 سنتي، مجموعة كبيرة طلعوا معروضين بالمعرض هولي، بآخر المعرض هولي المجموعة النهايات، يعني فيهم كم لوحة مهمين كتير. شفناهم أنا وبيارات، عن جد عم بمشي أنا وياها ونسأل أيها أحلى. هيدي المرحلة سنة 50، هي بال50 كنت بعدك عم ترسم بالانطباعي. بالانطباعي طوروا بعدين، ايه هون بال50ات. امتى بلشت بالتجريدي؟ بالتجريدي بالأربعة، لا دخلت مرحلة حرفية بعدين إسلامية، يعني هيدي أول لوحة لي. هي أول لوحة؟ هيدي أول لوحة معمولة بالبنتيور. أي سنة عم نحكي؟ آخر الأربعينات؟ 48 أو 50 تقريبا، من 48 ل 50. إيه هيدي لوحة بال50. هيدي وين صارت اللوحة؟ أول لوحة لي. بس وين صارت؟ بعدها عندك؟ لا، بس صدفة وقت اللي إجوا عم يعملوا معرض البيال، سيزار نمور هو المسؤول عن المعرض، قال لي بدي لوحات اقبل شيء. رحنا فتشنا بالمستودع عندي، لقينا هيدي
هيدي اول وحده بحياتي. يعني عمرها قد ايه؟ 65 سنه. 48 سنه. 48 هيدي اول. انا بالحسابات كثير عاطله. 48 قد ايه عمرها يا شباب قبل ما نتبهدل؟ حدا يحسب. 70 سنه تقريبا. 70 سنه تقريبا. بعد 3 سنين بتصير يعني تقريبا. بعد 3 سنين بتصير 70 سنه. 70 سنه. 67 سنه. هيدي رمله البيضاء. هيدي اول رمله البيضاء. هيدي بعدين تطورت المناظر. هي رمله البيضاء وراها الوزاعي يمكن. هيدا شهيدنا. بعد يمكن ما حطيناها هالصورة. هيدي الصورة رسمتها يوم اغتيال الرئيس. بعد ثلاث أيام. بعد ثلاث أيام من اغتيال الرئيس. أنا كنت بلوس أنجلوس عندي جيت السبت صار اغتيال الاثنين ثلاثة الأربعة اشتغلتها. وهيدي بعدها عندك اللوحة. أنا صورتها عندك بالبيت. هيدي لدوة الرئيس. لدوة الرئيس سعد الحريري. بس وقتك بخليها عندك وانا بعت له اياها هيك. صوره كثير حلوه وعندك قصه مع الرئيس الحريري. يعني انا خبرتني انه سنه ال 84 عملت السقف بالرياض عنده. مش السقف. قلت لك مايكل انجلو. انا ما كثير عجبتك مايكل انجلو. مش السقف. لا الصاله كلها. الصاله كلها. وحدي اشتغلتها انا. صحيح. قال لك وين الفريق؟ قلت له انا الفريق. يوم كان عنده البسين تحت بالرياض بالفيلا. قال لي وزين ما بشوف شغيلي هون. قلت له انا وحدي. قال وحدك عم تشتغل؟ قلت له ايه. قال لي غير كنت يعني كان بلش انه هيدا بلش ما رح يخلصوا من الصالة اربع خمسة اشهر. بس طلعت تحفتي. ما بعرف اذا عندك شي صور لها. للأسف أنا ما عندي صور بس بتخيل إنه أكيد طلعت تحفة فنية كتير حلوة. بس شو صرت تشتغل لحالك؟ يعني إذا فيك تجيب تدير فريق. شغلتي ما في حدا حط إيده معي. نحن عم نحكي هون بالنحت. عم تنحت وترسم مزبوط؟ لا النحت شي تاني. كيف لكن؟ النحت منه هو بروح أنا بنحت يلي شفتيها منحوتي نحتوها بإيطاليا. أنا بعمل الماكات. بعملها بالطين يعني. انا قاعد قدامي هلا بقول له بدي اياها 50 متر بتجي 50 متر. ماني نحات هيك. لا ابدا. هيدي الصوره اللي عم نشوفها. هيدي عين معموله بس اللي بشوفها. شفتيها انت؟ شفتها. هي الجاكون دو ليبون بس منعوني حطها لانه سميتها جاكون. هيدي فرانسواز دو ليبون. مين يعني فرانسواز؟ صديقة اللي كانت بباريس. صديقة الحبيبة. شو صديقة شي ثاني. اوكي. كيف ما بتطلع بتلاقي عينها لفرانسواز عم تطلع. اكيد. بس حالتك ما عملت كثير بورتري يعني. ما بلا شفت غير. بلا عندي كثير ما حطوا. ولا وليد غلمية احلى بورتري. اكثر حتى لارا مخول اللي انقذوني الدكتور مخول كمان. لا انا اللي شفتهم عندك عم بحكي بالاتوليه. يمكن شفت فرانسواز رئيس الحريري والباقي تجريده اكثريته. تجريده هيدي اللي حطوها تامبر. هيدي اللي مزبوط ايه في كتار بس اخذوه. بورتري اصعب بدك تنقل التفاصيل الدقيقه. لا ايام بيقعدوا معي ايام بياخذها عن صوره بيمشي الحال. الدكتور جبره بالجامعه الامريكيه عملت له بورتري حلو هذا بيبقى على طول كمان. اعطوني الدكتوراه كمان. نياله على كل حال. نيال اللي بتخلده استاذ وجهي بعتقد بيكون كثير محظوظ. في بعض الفنانين اللي كثير كبار اسامي كثير كبيره بيرسموا اكثر من لوحه مشابهه. انا اللي شفته عندك بالاتوليه انه ولا لوحه بتشبه الثانيه حتى بالمعرض. ولا لوحه مثل الثانيه. في منهم بيشتغلوا على الوان مختلفه بس بتعرف انه هيدي اللوحه اخت هيديك. هيدا شو السر كمان؟ قطعت 10,000 لوحة أول شيء أستاذ وجيه كلوحات؟ تقريبا هلا عم نجمع الحقيقة. دخلنا الجامعة اللي هو عم تساعدني إنه أنا جمع الصور يلي قادر أحصل عليهم. بالأول ما كان عندي كاميرا وما كان عندي بمعنى أرشيف إني أقدر أسجل. ما كان في تصوير جيد. الأينة من الخمسينات والستينات والشي بس ما خرج يظهروا في بس فيني يعني. نطيت عن 7,000 8,000 بين ايدي بس بعتقد في فوق 10,000 في يعني. هلا صار عم جمع فوق 10,000 فيني جمع. وهيدا يكون يمكن بكره انه اكبر منتج بتاريخ البشريه كفنان بس تشكيلي. لا نتاكد. طيب بس فينا نقول انه 10,000 لوحه ولا وحده نسخة عن الثانية؟ ما في نسخة. بعض لا إيه لا بس نسخة؟ ما في. هلا في عندك المناظر الطبيعية يعني تروحي على هالجبل ترسميه مثل صنين. عاملوا حوالي في 20 لوحة لقيناهم لصنين ولكن كل وحدة من منطقة. يعني بضلوا صنين هو من بيروت بتشوفي من أي منطقة من العالم من بنص بيروت من ساحة البرج بتشوفي صنين.
طيب بس هون بدي اسالك استاذ وجيه، قبل العمار يعني قبل العمار اكيد هلا شو بده يطلع معك للاسف، بس اللي كنت عم جرب اقوله انه مثلا بيكاسو رسم لوحات كثير مشابهه مثل بعضها نسخ كانه، وبيكاسو يمكن من اكبر والمع الاسامي اللي هي لا شك بيكاسو ما حدا في يحكي عنه، ولكن انا استغربت. استغربت شو؟ استغربت انه شفت صور للوحات وفيني اثبتها انه نفس الصوره معموله بين 10 و12 مره. شو المشكله بس؟ وما بعرف، وفي بعدين اسماء اشخاص اللي اشتروها موجودين. بقى انا ما معي خبر ولا كان عندي، ثقبت انه اولادي عملنا معرض بدبي انا واولادي هونيك اللي كلهم بيرسموا، خلينا نقول الخمسه لينا الله يرحمها، الاربعه بعدهم بيرسموا. هيدي بقى وحده ست اجت مأخره، وكان وبلش الافتتاح، انا كنت ناطر ناس اجى انا وياهم، انا وفايد قالت صرخت هيك بيكاسو العرب اجى. رد وحده هونيك او واحد ما بتذكر، قلنا شو بيكاسو العرب؟ انا رح ابعث لكم لبيكاسو العرب بيكاسو شو بيعمل، شوف وجهي شو بيعمل. ما انا ما اخذتها يعني على مستوى، تركتها بس بعثوا لي الكتاب. بالفعل طلعت بهالكتاب اللي بعثوا لي، أنا ما بسترجي جيب لوحة قريبة لأختها ولو بعشرة مية. بقى البيت في لوحات موجودين بالكتاب ومسميين، موجودين صورهم. بس هيدي يعني فنيا منا مشكلة إنه واحد يعمل أكثر من لوحة عم يرسمها بريشته بإيده، هو ما كان يعطيها طب الأصل كوبي كونفورم، يعني كان في دوائر حمراء فغيرها أزرق تحت، بس نفس اللوحة من عادي بلا من عادي. بس هيدا حرين في وراء مين بيخطط ومين شو بيطلب منه مين بيبيعه. طيب قد ايه مهم الفنان لما الشخص يعرف دغري انه هيدي لوحه لوجه نحله؟ يعني اليوم في قلدوك مزبوط، خاصه بالحرفيه وبالتجريده باثنين قلدوك، وكمان بالاسلاميات بلشوا البعض من هونيك يعني الفنانين. لانه انا اعطيت فتره بين 68 و74 علمت الفنانين بجدي كتار، وكلهم بيعترفوا يعني وهرير بيعرف هالشي، وبالرياض شوي وبالبحرين كمان. كنت وقت الروح يجتمعوا علي افتح صف، وهيك انا صفوفي ببلاش يعني ما عندي وقت، يعني ما بقبض من حدا انا شيء. لا كريم بقصة نقل المعرفة. هلا بيجوا لعندي انا كتار من الجيل الجديد، بشوف لون وبصلح لون وبساعدهم وبدون شيء، وبعطيهم الوان ليكفوا كمان. بس بتقول لهم مهم ينعرف انه هيدي اللوحه لإلكون، يعني واحد يكون عنده بصمته يعني بالفن. بالفن مش ضروري الواحد يقرا اسم الفنان، لازم يعرف من هو اللي عنده شويه اطلاع فني، صحيح هالشيء؟ بقول اللي بيصير الاتي، بيجوا لعندي بدهم وجه نحله، بياخذوا اول معرض بيعملوه بيقولوا لهم العالم هيدا وجه نحله، قول لهم تعالوا لا هيدي لا وهي لا، جربوا اكثرهم بيوصلوا انهم شخصيتهم الفنيه، وصاروا حوالي سبعه يلي بلشوا فيني وانتهوا هني. ما بعرف هول الاسلاميات، هول مرحله، بس هول اثنين من مئات يمكن الوف صاروا شو بعرفني. ما بعرف اذا بدك تضيف شيء استاذ وجيه، انا بدي اشكرك على وجودك معنا، واتمنى لك طول العمر دوام الصحة ودوام العطاء، وإن شاء الله 10,000 لوحة بصيروا 20,000. عمان بس ولا واحدة مثل الثانية أهم شيء. أنا أولا بدي أشكرك لأنه هالانترفيو هيدا لأول مرة بكون صادق وواضح وسهل، لازم يعرفوا العالم أنه في عنا بلبنان واحد اسمه وجيه نحلة. العالم بتعرف كلها أنه عنا وجيه نحلة، وما بتعرف قديم بنفتخر فيك، بيكبر قلبنا بوجودك. وما في شك علم كبير من اعلام لبنان، بفتخر انك جيت لعنا على استوديو استاذ وجيه. وانا كوجيه نحلي علاقتي بتعرفي بتلفزيون مستقبل علاقه خاصه، لانه اول ما بلشوا كان لي دور فيه هيك صغير، وهيدي الصوره ان شاء الله توصل عن طريقكم اكيد اكيد دكتور الرئيس. ممنون كثير على كل هالوقت. اهلا وسهلا فيك، هيدا اقل واجبنا. شكرا لك. شكرا. اذا مشاهدينا حنتوقف مع فاصل في هذه الحلقه، ومن بعدها نتابع انترفيوز.